السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا سنة ثالثة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم منار ممدوح زميلكم من, من الفرقة الرابعة ان شاء الله ده ريفيجن عن المحاضرة التانية في الهيستولوجي في مدير الدرما بعنوان سكين ابنديش قبل ما ابدأ عايز افكركم تعالى في سورة الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون صدق الله العظيم أه ده ريفيجن يعني ايه ريفيجن يعني هنتكلم بايجاز او بسرعة انا مش هشيل آه يعني ايه هقول كل الكلام كل حاجة في المحاضرة بس بسرعة ومش هعيد وهعمل ستريس بس او يعني هأكد بس على الحاجات المهمة تمام آه لان لو حد عايز يسمع الشرح من اول وجديد يقدر يرجع للمحاضرة آه وهي مش كبيرة يعني هي خمسين دقيقة اي نعم بس ممكن صراحة يعني على اتنين وكده يعني طيب آه يلا نبدأ عشان ما أطلقوش. احنا بنتكلم على سكين, أمد... سكين ابنديجز يعني ايه يعني سكين اكسسوارز يعني حاجه لها ريليت للسكن فكان لازم الاول أه تعالوا نعرف الاول ايه هي السكين ابنديجز هو الهير الشعر والسبيشس جلاند الغدد الدهنيه والسود جلاند الغدد العرقيه واخر حاجه هنتكلم عنها هو النيل وده ديجرام ليها طيب؟ أه تمام طيب احنا عايزين نعرف هو السكين كان ايه اصلا السكين كان عباره عن طبقتين طبقه اسمها ديرمس وطبقه فوق الديرمس يبقى بنسميها ابيدرميس طيب السكن ابنديجز سكن اكسسوارز جايه منين جايه من الطبقتين دول ريليتد للطبقتين دول تمام طب ايه طيب الطبقه اللي تحت الفات دي والحاجات دي هي مش كده بالبوينتر بس هي اخر حاجه تحت اللي هي تحت البلافيزل يعني دي الهايبودرمس تمام طيب ايه بقى تعالوا نشوف السكين امينديجيت عندنا اول حاجه الهير اهو الشعر تاني حاجه جلاند ريليتد للهير اسمها سبيشس جلاند تالت حاجه فيها السويت جلاند هنا اهي ومفروض ايه الظافر اللي هو ايه النيل آه دي طبقات السكن احنا كان لازم نعرف السكن عشان نعرف السكن اكسسوارز اللي هي عباره الاول الدرمس فوقها إبي درمس فوق نشوف الابيديرمس لانها عباره عن خمس طبقات لازم نحفظهم بترتيبهم الطبقه اللي فوق الدرمس على طول اسمها ستريتم بزال بزال يعني البيز بتاعتها هي اخر حاجه لتحت آه وفوقها السباينوزم فوقها الجرانيلوزم فوقها اليوسيدم فوقها الكورنيوم دول عباره عن طبقات السكن ايه ابيديرمس الكورنيوم هي اول حاجه على السطح خلي بالنا الكورنيوم فوق والبيزال تحت طيب عايزين نعرف ايه تاني كان فيهم عباره هم الطبقات دي عباره عن خلايا الكيراتين اللي بيحصلها لها ماتيوريشن وتطلع لفوق كل ما يزيد كميه الكيراتين وتقل ايه الاورجانيلز خدتهم بالتفصيل في محاضره السكن مش هتطرق ليه طب في خلايا تانية اه الخلايا المسؤوله عن لون الجلد طيب اللي هي ايه الميلانوسايت اللي بتطلع علينا الميلانين طيب وفي خلايا ايه خلايا الفاجوسيتك اللي هي اللانجر هاندز وفي خلايا العصبيه اللي هي ميركل سيلز احنا عايزين من الموضوع ده كله ايه عايزين طبقات السكن الخمس طبقات بتاعت الابيدرمس بيزالوس بينوزم وجرانلوزم ونيوسيدم والكورنيوم وعايزين خليتين اتنين الكرياتين سايت صا الكيراتين صايد والميلانو صايد طيب تعالوا ندخل بقى على سكين ابنديجيت واول حاجه معانا هي الهير طيب دي طبقات السكين كانت ماشيه في امان الله بخط متوازي هي مفيش اي حاجه مشكله فيها وبعد كده افتكرت ان هي عايزه ايه عايزه تعمل هير فقالت بس انا هزرع الهير ده فراحت حفره الحفره ديت عملت ايه دوم جروس لطبقات الابيدرمس دي طبقات الابيدرمس احنا لسه شايفينها من شويه جت هنا وراحت نازله نازله يبقى داون داون جروس ليه عشان تجيب الهير وتحطه هنا وتزرعه لما يزرع هنا هيبقى له روت شبه الشجره بالظبط احنا عايزين نحفره عشان نثبته ايه بجذر كويس في قلب الارض في قلب آه نثبتها بجذر كويس في قلب ايه اللي بيدرمس والدرمس فبقى لها روت يعني الروت اللي هو الجذر داخل جوه طبقات الابيدرمس ولا حاجه طالعه بره طبعا مش هتبان من في الصوره يعني بس الشفت يعني بتاعها اللي طالع لبره اللي هو يبقى شبه جسم الشجره دوت هنسميه ايه شفت وده الفري بارت بتاعها وفي بقى الديب ده متثبت كويس جدا ومحمي كويس جدا طب ليه حصل داون جروس اول حاجه الداون جروس عشان نعرف نثبتها تاني حاجه عشان طبقات الابيدرمس تبقى طبقات حمايه ليها ليه لان جم اول طبقتين اول طبقتين دول اتحدوا وعملوا غلاف وحوطوا الشجره طب الغلاف ده هيبقى لبره ولا لجوه لا ده اول حاجه شوف الطبقات اللي كانت فوق على السطح بقت هي الغلاف الداخلي يبقى نقولك اقرب آه طبقه للشعر ايه هي الكورنيا بعدها على طول ايه اليوسيدا الكورنيا من السوداء اليوسيدا من البيضة هكذا الطبقات اللي كانت فوق بقت هي اللي جوه طب ابعد ثلاث طبقات من جوه لبره جرانيولوزا آه الايه السباينوزم انا آه مش غالبا بس آه المهم انت عارفين الطبقات يعني البزال اللي هي ايه الطبقه الريد اللي في الاخر دي طيب من من دوت ايه من جوه يعني من ناحيه الشعره لبره طب احنا عايزينها من بره لناحيه الشعره بعدين اول حاجه هنا كانت ايه الدرمس فوقها البزال فوقها السباينوزم فوقها اللي هو الجرين ده الجرانيولوزم بعد كده اليوسيدم بعد كده الكورن تمام طب تعال نشوف بقى ده على الرسم ده الهير اناتومي حصل ايه داون جروس للابيديرمس وعمل بالب تحت كده ده اسمه هير فوليك البلب وبعد كده طلع تاني يكمل عادي ولكن اي حاجه حصلت طيب الدرمس نزل معاه اه نزل معاه ونزل ويحوطه طب ايه اهميه الدرمس كان بيغذي اللي دور في البلاد فيزل بتاعه الابيديرمس طيب هنا الابيديرمس بتاع الشعرة ما هو زي شبه الابيديرمس بتاع السكن محتاج لسه بلاص سبلاي فجاله ايه بلاص سبلاي عن طريق ايه عن طريق الدرمس برضو عن طريق حاجه اسمها ايه البابل طب الشعر نفسه من ايه من ثلاث حاجات قلب مضله لف يحيط بيها كورتكس قشره تحميها كيوتيكل طيب عايزين نتكلم عن ايه عن الهير فوليكل قلنا داون جروس ريجوليشن طب اهميه الهير الأية هي اللي بتعمل بروديوس الهيرز وبتحافظ عليه على, إيه؟ على الجروس بتاعه تمام طيب احنا عايزين نتكلم على إيه دي اهم حاجه الديرمال شيس اللي هي عباره عن طبقات الابيدرمس لما نزلت وحوطت الشعره فهنجيبها من بره لجوه اول حاجه الديرمال الديرمس هنا بعديها الثلاث طبقات من بره لجوه يبقى ايه اللي فوق الديرمس البزال فوقها فوق البزال ايه سباينوزم فوقها جرانيولوزم فوقها اليوسيدا فوقها الكورنيوم يبقى اقرب حاجه للشعر هي الكورنيوم تحتها اليوسيدا تحتها البزال قصدي جرانيولوزم بعد كده الاسباينوزم وبعد كده البزال طيب قال لك يا سيدي اول ثلاث طبقات فوق الدرمس تحت مع بعض عشان يكونوا حاجه اسمها external root طيب بقية الطبقات هيتحدوا يعملوا شيز اللي جوه تمام دي اول حاجه عايزين نعرفها تاني حاجه عايزين نعرفها ان الدرمس محتاج يغذي الشعره فكان عايز يغذيها من هنا وبعد كده افتكر لأنها هغذيها من الديب ليه هي غزاه بالديب عشان عندنا في الديب حاجتين مهمين الحاجه المهمه الاولى ثانيه واحده الحاجه المهمه الأولى آه، المهمه الاولى معلش المهمه الاولى ايه ان الديب بورشن الجزء الديب الجزء العميق بتاع الشعره في الخلايا المسؤوله عن نموها اللي هي اسمها ايه خلايا الماتريكس ودي اكتر حاجه اكتف اكتر حاجه شغاله ودي ده كلام مهم اللي هو ايه الديب بورشن بتاع الشعره ماتريكس ده عباره عن ايه عن الاكتيف ديب ايبيديرمال سيلز ليه اكتيف عشان هو المسؤول عن نمو الشعره هو اللي بيحصل له ايه ميتوتيك ديفيجن وهو اللي بيتطور ويقعد يتكاثر بقى وينمو كده عشان يطول الشعره وتكبر وهكذا يعني بيحصل له ميتوتيك ديفيجن وهكذا يبقى أكتف دي بارت اوف ايبيديرمس اسمها ايه اللي هو الحوالين ده الجزء ده أه ده اسمه ايه أه ماتريكس ده الجروس ريجون وده اللي بيحصل بروفليشن وماتيوريشن ويكون ايه الكيراتين بتاع الشعر وهكذا طيب ده اهم جزء فلازم لما يجي تيجي الدرمس تغذيه تغذي اهم جزء فهتطلع فيه في بروجيكشن بروجيكشن يعني حاجه مرتفعه علشان تغذيه الحاجه المرتفعه دي اسمها الدرمس قصدي أه بابيلا البابيلا دي جايه جاي من منين جايه من الدرمس يبقى احنا كده عندنا ثلاث جمل مهمه اكتف اكتر حاجة اكتف هو الماتريكس موجود فين موجود في الديب هنسميه ايه هنسميه جروس كده الكلمات كده كلمات مهمة اللي هي باللون الرد دي اكتف ديب gross, region, ماتريكس طب تاني كلمة مهمة البابيلا بروجيكشن وهي اللي بتدخل النيوترينت عن طريق بيلفيزل تمام كده اتكلمنا على الاكسترنال روتشيس قلنا تلات طبقات اللي بره طب الطبقتين اللي جوه عباره عن ايه عن الغلاف الداخلي لما يبقى التلاته اللي بره غلاف خارجي يبقى الاتنين اللي جوه غلاف داخلي هيترصوا ازاي قال لك اول حاجه ان الانترنال روتشيس هو كونتينويشن هو استمرار للستريتام عرفنا دي اقرب حاجه للشعر آه وفي حاجه اقرب منها كمان يا جماعه اللي هي ايه القشره اللي بتغطيها القشره بتغطي اخر طبقه يعني طيب هنقسم الانترنال روتشيس لثلاث طبقات معينين هن لير دي عبارة عن استكمال للستراتم اليوسيدا اللي هي كانت ايه اول طبقة بعد الاكسترنال يعني الاكسترنال عبارة عن الطبقات دي المخططة انما الانترنال روت هو المنقط اوي حاجة المنقطة دي تمام وهي عبارة عن ايه هو انا انا مش شايفه الرسمه بالظبط بس المهم يعني الهيل لير هي اول طبقه بعد اكسنال عشان انا مش شايفه البنات بالظبط يعني تمام الطبقه الثانيه اسمها ايه هوكسل لير دي عباره عن ثلاث طبقات من الفلاتن كويبويدال سيلز طيب اخر حاجه دي اقرب حاجه للشعر الطبقه الحاميه اللي بتغطي ده كله اللي بتغطي القرنية بقى اللي هي اول طبقه يعني قريبه الشعر اللي بيغطيها كيوتيكلز اللي هي القشر تمام بصوا هو في احتمال ان السيرزم كورنيوم دي هي يكون الهوكسي لير بس هو ما في الكتاب والدكتور ولا ما علقش عليها فانا عديتها يعني تمام فلان ايه لان الكورنيوم فوق اليوسيدا والهوكسي لير فوق الهني فاكيد يعني الهوكسي اللي هي الكورنيوم والله اعلم يعني عشان ما لخبطكوش وكده طيب الكيوتيكل دي دي قشره هتغطيها دي اكتر حاجه قريبه للشعر طيب مميزاتها ايه دي ان هي سوفت كيراتين كيراتين فيها نوع سوفت طيب ايه تاني بس وقريبه للكيوتيكال بتاع الشعر ليه, ليه؟ لان احنا عندنا كيوتيكال طيب الشعر نفسه بيتكون من ايه قلنا بيتكون من قلب القلب ده موجود في السنترال بتاعه السنترال كور بتاعه بيميزه حاجه معينه ان هو ايه ما فيهوش كيراتين بشكل كويس بورلي كيراتينيزيشن وفاكيوليتد سيلز دي مهمه ان هو سوفت كراتين كده احنا جبنا اتنين سوفت كراتين الكريتيكال بتاع الانترنال روت شيز الكريتيكال بتاع الانترنال روت شيز سوفت كراتين والمظله سوفت كراتين وبرده اه كراتنايزيشن بصوا يا جماعه انا عامله لكم اساسا يعني ايه ملونه الكلام المهم وشده تحته خط الداتا تنفع للمذاكره جدا انا ما ولا كلمه من قلب داتا الكليه يعني مش هتلاقوا كلام مش يعني ايه كل الكلام قصدي موجود تقدروا تذاكروا منها عشان تعرفوا ايه الكلام المهم لان الاسئله مثلا ام سي كيو تبقى انت شفت المضله يبقى انت عارف ان انت رايح للبروجكت شفت المضله يبقى انت عارف ان انت رايح للسوفت كريتين بس يعني بس هي تنفع للمذاكره والله العظيم يعني انا انا بقول لكم طب تاني حاجه الكورتكس الكورتكس دي ايه ده الغشاء اللي بيحوط المظله بيتكون من ايه بيتكون من عده طبقات من الويل كراتينايزد بلوجونال سيلز هنا كانت فاكيوليتد سيلز هنا بقت بلوجونال سيلز هنا كانت بول هنا بقت ويل كرياتينايزد يعني كراتين فيها كويس طيب كويس يبقى هو هارد كرياتين تمام طيب بيحتوي على ايه احنا عمالين نتكلم نسينا نتكلم عن لون الشعر مش في شعر اصفر وغض... شعر اصفر وشعر اسود وهكذا طيب اللون ده مسؤول عنه ايه مسؤول عنه الغ... الغلاف اللي هو اللي اسمه الكورتكس ليه عشان هو فيه ميلانوسايت هو في... هو اللي فيه الميلانين تمام giving the hair its color طيب اخر حاجة كيوتو الطبقة الحامية حامي, حامي حمى البلاد السقة بتاع الشعرة هو الاوتر موست لير بتاع الشفت اكتر حاجة لبره في جسم الشعرة هو عبارة عن هارد كراتين يبقى احنا عندنا تو كيوتيكل واحد هارد وواحد سوفت السوفت بتاع الانترنال اي روتشيز طب الهارد بتاع الشعرة نفسها وبكده يا جماعة احنا خلصنا الهير طبعا مش هراجع لان دي ريفيجن المفروض يعني اللي انا اقولها لكم باهم النقط بس مش اكتر عايزين تراجعوا بقى وتسمعوا الشرح اكتر من مرة تقدروا ترجعوا للمحاضرة تعالوا ندخل على النوع اللي بعدها وهي الجلانت عندها نوعين من الجلاند سبيشس جلاند والسويت جلاند قبل ما نبدا لازم اتكلمكم الاول عن الجلاند الجلاند بتتكون من جزئين إيه؟ جزء بيفرز السكريشن وجزء بيوصله للمكان اللي هي عايزه تروحه الجزء اللي بيفرز اسمه سكريتوري يونت الجزء اللي بيفرز اسمه سكريتوري طيب عايزين نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم عن انواعهم احنا هنقسمهم ازاي؟ قال لك بص يا سيدي اول حاجه هنتكلم عن شكل الوحده اللي هي دي شكلها عامل ازاي المسؤول عن السكريشن إما تبقى شبه التيوب كده شبه الأنبوبة أو شبه حبة العنب اللي هي إيه الألفيولويد بس أنا مش بعرف أشاور على آخر حاجة في ال في, في الشاشة يعني مش بعرف أجيبها بالبوينتر أنتوا اعتبريني يعني شاورت عليها اللي هي الألفيولويد تمام يبقى إحنا عندنا جزء تيوب والجزء الديب ده هيبقى إيه الألفيولويد ده أول تقسيم طب تاني قال قالك عدد الضغط هل هي ضغط واحدة ضغط واحدة ضغط واحدة ولا عندها أكتر من ضغط كومبلكس كده لو اكتر من ضغط هنسميها كومباوند لو ضغط واحد يبقى حاجه بسيطه هنسميها سيمبل طب هنا دي مش اكتر من ضغط لا دي اكتر من وحده سكريشن بتفتح في نفس الضغط شوف مهما مهما عدد السكريشن بس هي ضغط واحده تمام يبقى ضغط واحده هنسميها سيمبل اكتر من ضغط هنسميها كومباوند طيب نايس nice ايه طب إنتي هنا سكريتي يونيتي واحده وهنا اكتر من واحده بس يبقى نسميها برانشد يعني متفرعه لو واحدة بس يبقى سيمبل عادي مش هنقول عليها أي حاجة تانية لو هي متفرعة هنقول عليها برانشيد يبقى احنا كده عندنا تلات مسوي... مسميات تيوب أو الفيولار سيمبل أو كومباوند دول على حسب ايه على حسب عدد الضغط و simple عادية مفيهاش أي أي حاجة طيب اللي في النص دي دي كويل يعني ملفوفة حوالين نفسها يبقى احنا بنعلق على شكل الوحدة المسؤولة عن السكريشن عن عدد الضغط عن السكريتوري يونت طب بنعلق على ايه تاني في تقسيمة الجراند ازاي إيه بتفرز المكونات بتاعتها بتفرزها بكذا طريقة أول حاجة ممكن تخرجهم زي أي خلية عادية بالإكزوسيتوزيس هنسميها هنا ميروكراين اللي هي ميرو كراين اللي هي في النص دي اللي هي دي الخلية كما هي بتطلع السكريشن عادي من جواها في حويصلات لإما هي بتفرقع كلها عشان تخرج السكريشن عشان مش عارفة تحوطها بغلاف أو بحويصلة فتروح كلها مفرقعة شبه اللي هي فوق دي اللي هي الريد دي دي بتفرقع كلها فدي هنسميها ايه هولو كراين. هولو يعني كل طيب اما بتخلي جزء من الخليه يمشي مع السكريشن هنا ابو كراين يعني الجزء الايبيكال بارت بتاع الخليه بيتقطع مع السكريشن طيب احنا عندنا ايه في الجلانس اللي عندنا تعالوا نشوف اول جلاند عندنا سبيشال جلاند هي الغدد الدهنيه اول حاجة عايزين نعرف نوعها هي سيمبل ولا كومباوند الفيولر ولا تيوبولار أه برانشد ولا لا اول حاجه هي ميكسد يعني ايه ميكسد هي نوعها الفيولاي يعني مش تيوب دي نخلي بالنا منها قوي دي هنفرقها على سويت جلاند اللي دي السبيشس الغده الدهنيه مدوره شبه العنابية كده الفيلات طيب تاني حاجه هي يعني ممكن تكون سمبل ممكن تكون كومباوند يعني ممكن تكون لها ضغط واحده او اكثر طيب ايه اهم كلمه ما عايزين نعرفها هنا كمان مكانها فين موجوده في الديرمس بتاع السين سكن ليه في الديرمس بتاع السين سكن قال لك عشان السبيشس جلاند غدة دهنية مرتبطه بوجود الشعر والثيك ما شعر يبقى هنا ايه موجوده في الديرمس بتاعه السين سكين وان هي سيمبل او كومباوند طيب عايزين نعرف ايه تاني الضغط بقى بتفتح فين قالك هي ايه مرتبطه بوجود الشعر فاكيد هتفتح في الشعر بتفتح في الابر بورشن بتاع الهير فولك زي ما موجود في الرسم طيب هل ممكن تفتح في مكان تاني غيره اه في بعض الاماكن ولازم تحفظوا التلات اماكن دول لانهم مهمين جلانز مينيت والجلانز كليترز واللبس تمام دول بتفتح فيهم على السيرفس على طول ليه لان ما هيرف هير في المنطقه دي تروح فاتحه على السيرفس بتاع الابيدرمس على آه، تمام ان شاء الله يكون تمام يعني طيب عايزين نتكلم على الخلايا اللي اللي بت اللي بتلاين الجلاند دي طيب الخلايا نوعها ايه ستراتيفايد ابسيلي طب شكلها ايه فاكيوليتد فاكيوليتد ليه علشانها الغدد الدهنيه الغدد الدهنيه يبقى بتفرز دهن او تفرز ماده زيتيه اللي هي اللي هو اسمه ايه السيبم الدهون لما باجي اصبغها بالاتش اند ايه بتذوب فبتبان فاكيوليتد اللي هي مدوره وفيها ايه جزء جزء فاضي يعني اللي هو الفات داب يعني وسام مكانه فاضي طيب الاسيناي بقى نفسها بتتكون البيزا لير بتاعتها ايه قلنا اللاين ستافيد ابيثيليوم بس لها بيزا لير لان اكتر من لير البيزل لير بتاعتها يعني ايه ده البيزا ميمبرين عليه خلايا وفوقه خلايا الخلايا اللي فوق دي ماتيور بقت ستافيد ابيثيليوم دي اللي هتفرقع عشان تخرج السكريشن طب البيز بتاعها اندفرنشيتد يعني ايه اندفرنشيتد وفلاتند يعني لسه خلايا مش متميزه دي الخلايا ايه تعتبر الستيم سيلز الخلايا الجذعيه المسؤوله عن تكوين بقيه خلايا الجلاند دي طيب مهمتها في ايه قالك اصل الخلايا بتاعه السبيشس جلاند دي بالذات الخلايا دي بالذات بتفرقع كل شويه فهي محتاجه خلايا كتير بتحتاج الخلايا بكميات كبيره يعني كل شويه خلايا تموت وعايزه اتكاثر وميتوزيا علشان ايه اكون خلايا تانية تمام طيب؟ تمام طيب ان شاء الله يعني. طب هي بتفرز بقى السي بتاعها ازاي بالهولوكراين ميكانيزم ليه هو ده عباره عن فات آه عارفين هو برضو كلمه باظت باظت خالص اللي هو الفات ده باظت باظت خالص فهي مش عارفه تخرجه في حويصله فبتروح مفرقعه من كل ناحيه عشان تخرج ايه الفات اللي جواها فكده هتعمل ايه هولوكراين ميكانيزم ماشي شايفين هنا السكريشن في الصوره هنا خليها طالعه على بعضها آه وده يفسر هي ليه محتاجه ايه undifferentiated flattened سيلز موجودة على البيزا عشان كل شوية واحدة هتفرقع ومحتاجة واحدة مكانها تمام طب الهولوكراي ذات انتاير سيل بيكام بارت اوف سيكريشن الخليه نفسها فرقعت وبقت جزء من السيكريشن ايه اهميه السيبوم بقى هو مش عارفين اس اهميته بس غالبا اهميه مناعيه اللي هو ايه مضاد للبكتيريا والفطريات تمام الكلام المهم الكلام اللي عليه خط اللي نوع الإبسيليم ستراتيت بيبان فاكيوليتد عشان هو فيه فات وان هي عندها اندفرنشيتد فلاتن سيلز مش هنذكرها في ولا جلاند تانية والجلاند بتفرز ماده اويلي اسمها سيبوم بطريقة الهولوكراين ان هي كلها فرقة وبتبقى جزء من السكريشن اهميتها ان هي ويك انتي بكتيريال اند انتي فونجال بروبرتيز في الصفحه اللي فيها هنا نوعين ومكانها سين سكن خلي بالكم ان هي سين سكن ليه عشان الستيك سكن موجود في البم وصول فيهوش شعر والاند اوف ضغط بقى بتفتح فيه ده مهم بعد كده هنتكلم عن السويت جلاند السويت جلاند زي ما انتم شايفين في الصوره هنا هي نوعين نوع اسمه اكراين سويت جلاند ونوع اسمه ابوكراين سويت جلاند آه الجدول ده مهم جدا 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 ده عبارة عن ال ال الاختلافات ما بينهم هما الاثنين ايه الاختلاف الاولاني مكانهم الاكراينز جلاند موجودة في الدرمس في طبقة الدرمس خلو بالكو في السك والسن بس اكتر في السك تمام يبقى الاكراين الغدد العرقية موجودة اكتر في السك والسن في السك سكن في السك سكن اكتر تمام طب الاكراينز جلاند لا دي موجودة في اماكن معينة اربع اماكن الاجزلة البريست البيوبك البريانر ريجون ولازم تحفظوا الأربع أماكن دول مهمين جدا ، أكزيلا بريست بيوبك بريانر ريجون طب هل هما بيشتغلوا من ساعة ما اه ما نتولد ؟ لا الأكراين جدا. دي بتشتغل من ساعة ما نتولد ، بس الأبوكراين لأ أفتر بيورتي ليه أفتر بيبرتي؟ لأنها بتعتمد على وجود السكس هرمونز اه ماشي فهي لازم يكون إيه بعد البلوغ تبدأ هي بقى تشتغل اه ، وهي مرتبطة كمان بالشعر اللي بيطلع بعد ال ايه بعد البيورتي في الأماكن دي الأكزيلا و كده. طيب مود اوف اكشن الاي كراين سويت جلاند بتفرز عن طريق الميروكراين الميروكراين زي ما قلنا ايه بتخرجها في حويصله وهي بتثبت بكامل رونقها ما بتتاثرش طب الابيكراين قال لك يا سيدي هي اسمها كراين يبقى اكيد ايه زي ما احنا قلنا ان هي بتفرز الجزء الابيكال مع السكريشن قالك لا ده كان يعتقد ان هي بتعمل كده It was believed that the apical part of the cytoplasm is detached from the cell during the secretion so they were believed to gland كان يعتقد ان هي كده بس اكتشفوا بالعلم الحديث ان هي ميروكراين عادي طيب انتوا بالنسبه لكم ازاي اول حاجه الدكتور ما علقتش على الموضوع ده آه، هي قالت الجمله عادي بس ما علقتش هي بقت ايه بس كان الدكتور ايمان نبيل آه، شارحه ان هي بقت آه، آه، كراين جلاند هي مش بقت هي اسم ميروكراين بس هم كانوا ايه اتسرعوا آه، في الحكم عليها يعني طيب الضغط بتفتح فين قلنا الإيبوكراين مرتبطه بوجود الشعر فالابوكراين هتفتح فين في الابر بارت مع بتاع الهير فوليكل زي السبيشس جلاند طب الاوبن اوف ذا داكت بتاع الإيكراين هنعرفها بعد شويه طب السكريشن الإيكراين سويت جلاند ووتري طب الإيبوكراين؟ بصوا بقى الخصائص بتاعتها مهمه جدا مش ووتري ده ووتري ريتش ان اس ال يعني مملح شويه هنا ايه كلاودي يعني معكر فيسكس يعني لزج اودرليس يعني ملهوش ريحه طب الاماكن دي اساسا يعني الاكزيلا مثلا ريحه العرق بتبقى طالعه جايه منين جايه من البكتيريا اللي موجوده عليها اللي كسرت المواد دي تمام الجدول المهم ومشاركه علشان ما تطولش عليكم اللي عايز يسمع الشرح اكتر من مره يقدر يروح ايه المحاضره تمام تعالوا نتكلم على الايكراينس والجلان بصوا بقى الجدول اللي فات ده كانت الاختلافات اللي ما بينهم مختلفين ايه في السايت في موعد بدايه السكريشن في ازاي بيفرزوا او لسه مش متاكدين عشان كده انا حطيتها برضو الاوبن اوف ذا داكت والسكريشن بتاعتهم طيب متفقين في ايه متفقين في اي حاجه بعد كده طيب احنا في الاكراين سويت جاند هنتكلم عنها بس بس هنقول ايه برضو الاتفاق اول حاجه الاكراين سويت جاند موجوده فين قلنا في الديرمس وسن طيب الطيب ده وجه الاتفاق ان هما الاتنين سيمبل كويلد تيوبولار سيمبل يعني عندهم ضغط واحده كويلد يعني ملفوفين تيبيول اللي هما شبه الانبوبه اللي هو شبه تيوبول وده وجه اتفاق يبقى الطيب وجه اتفاق الجدول بس اللي في وجه اختلاف طب المود في اكشن قلنا لا هو ميروكراين ودوق اختلاف بس شايفين بقيت الجمله ذا secretory سيلز بيكوم انتكت هتفضل سليمه بعد الاكسكريشن بعد ما تخرج الاكسكريشن يعني طبعا الكلام اللي تحتيه خط ملون ده مهم جدا وده موضع الاسئله يعني طيب الاتش الاستراكشر بتاع الجلاند اي جراند بيتكون من ايه من بورشن و واكسكريتوري بورشن السيكريتوري بورشن بتاع السويت جراند الإكراين تايب موجود فين قلنا موجود في الديرمس نير ذا hypodermis وطبعا اماكن الاكرا آه المكان مهم يعني موجود فين في الدرمس قريب من الهايبودرمس طيب بت... آه بتلاين بايه كويبويدال سكريتوري بيل سيلز الخلايا بتاعته شكلها كويبويد في الشيب بيل يعني آه فتحه بس اللي هما الاثنين بيل اسيدوفيلك تمام طيب؟ بيل فتحه بس اسيدوفيليك طيب فيها برضو دارك سيلز يبقى هي فيها بيل سيلز وفيها دارك سيلز بس الاثنين اسيدوفيلك هي يعني الفكره بس ان في واحد فاتح وفي واحد غامق مش بيزوفيليك لا هما الاثنين اسيدوفيلك أه، تمام طب الاكسكريتوري بورشن الضغط بتاعتها قالك هي موجودة في الدرمس فأكيد الضغط طالعة موجودة في الدرمس لما تبقى السكريتوري بورشن موجودة في الدرمس يبقى أكيد الضغط موجودة في الدرمس مفيهاش اختلاف طب اللاين بتاعها ايه؟ كيوبويدال سيلز شبه ايه؟ شبه, إيه؟ شبه السكريتوري بورشن بس عندها دارك ستين سايتوبلازم يبقى السكريتوري بورشن عندها بيل ودارك لا هنا دي دارك بس اوكي طيب الابيدرمس بقى هت الضغط أكيد مكملة في الابيدرمس لا الضغط هتقف قال لك يا سيدي ان مفيش ضغط في الابيدرمس بس السكريشن عارفه طريقها عارف لما تفتح خرطوم ميه وترشه على الارض هو في مواسير الميه بتمشي فيها في الارض لا بس الميه بتعرف تتخلل ما بين طبقات الارض وما بين الرمل وما بين مكوناتها كذلك السكريشن اللي سويت بيعرف يتخلل ما بين طبقات الابيدرمس ويروح طالع على السطح يتخلل من ضغط ده كده عبقري تمام ومش محتاجة أي إبسيليوم طب أهمية السويت ده إيه بقى؟ ريديوس البادي تمبريتشر هو المسؤول عن إن هو يقلل درجة حرارة بصوا الشكل هنا آه هنا آدي آه سكريتري بورشن شبه التيوب أهي وسيمبل لها ضغط واحدة موجودة في الديرمس قريبة من الهايبو ديرمس كانت طالعة في ضغط لها إيه؟ سيمبل في الشيب بتاعها جت عند الطبقات الإبيدرمس لأ سابته يمشي بطريقته يعتمد على نفسه ويخرج تمام؟ طبعا اخواننا قد صرعنا في الحكم على الايبو يعني وسميناها بدري اخر موضوع معانا هو النيل بص هي سكين ابنديجز يعني سكين حاجات ريليتد للسكين طبقات السكين اهم حاجه عندنا الابيدرمس خمس طبقات خمس طبقات دول هيبقوا ماشيين مكملين طبقات الصابع عادي ويجوا عند الظافر ويكونوا ازاي بقى بص يا سيدي شايف الحته دي مش ده سكين اول طبقه فوق ايه الكورنيا طب ده ايه ده الظافر اول طبقه في ايه الكورنيان برضه ما هو مكمل هو مكمل يعني هو ايه كونتينويشن تمام طيب تحت الكورنيوم عندنا اربع طبقات ايه هما الاربع طبقات من تحت بيزال فوقها سبينوزم فوقها جرانيولوزم فوقها اليوسيدا كذلك اللي تحت الظافر الاربع طبقات دول يبقى لما اجي اقول لك الظافر اللي هو نيل بليت هو عباره عن ايه عباره عن الكورنيوم طب النيل بيد اللي تحت الظافر عباره عن الاربع طبقات التانيين ده اول حاجه طيب تاني حاجه عندنا الروت الجذر بتاع الظافر هيبقى ايه بروكسيمال هيبقى قريب لجسمي بروكسيمال للجسم فهو ايه هنسمي النيل روت البروكسيمال بارت وبرده هنسميه ايه النيل ماتريكس اللي حوالين الروت تمام إن ماتريكس هي عباره عن السيلز اللي حوالين الروت يعني طيب النيل ماتريكس ايه قلنا ماتريكس يعني خلايا جذعيه في اي حاجه يبقى إيه؟ الماتريكس هي الخلايا المسؤوله عن النمو طيب في حاجه كمان عايزين نقولها الماتريكس دي مهمه جدا فلازم نحميها قوي فجات سكين فولد تحميها بروكسيمال نيل فولد طب ايه الكيوتيكل ده ده حامي حمايه البلاد برضو بيحميها طب ايه الليونيل ده قالك إليونيل ده بقيه الروت الروت والماتريكس ساعات بيعتبروهم حاجه واحده يعني تمام الليونيل ده بقيه الروت او الماتريكس اللي باين لنا على سطح الجلد اللي هو ده شايفين اللي هو الحاجه الهلاليه في الشيب بتاعها اللي هي عامله كده ده بقيت النيل ماتريكس او النيل روت اللي مكملالي وظهرالي تمام طيب فاضل ايه تاني في حاجه تاني مفيش حاجه تاني ان شاء الله آه تعريف النيل كارتينايز ده سيلز لان له علاقه بالسكين موجود فين موجود على الدورسال بتا... السيرفس بتاع اخر آ... عقله اصبع موجود على الدورسال سيرفس بتاع اخر آ... عقله اصبع طيب هنتكلم عنه عن ايه هنتكلم عن مكونات هو بك هو اساسا الظفر ده عباره عن ايه عن النيل بليت اللي هو ايه استمرار لطبقه الكورنيوم او الطبقه على السطح طب النيل بيد اللي تحتيه هو كل سكن ابيدرمس الخمسه لا ما عدا الكورنيوم اللي كونت البليت ويتش نيل بليت ريست طب النيل روت او ماتريكس هو البروكسيمال اند هي النهايه القريبه بتاعه النيل الظفر لجسمنا طب النيل فولد هي طبقه السكن اللي بتحمي الروت عشان هو مهم عشان في الماتريكس المسؤول عن النمو طيب هو ايه هاي الكراتينايزد هاي الكراتينايزد خلو بالكم احنا قلنا ثلاث حاجات كده هاي الكراتينايزد فاكرين الكورتكس بتاع الشعر والكيوتيكل بتاع الشعر خلي بالكو اهو وغالبا في ماده السكن اللي فاتت كان في حاجات هاي الكراتينايزد ولا ما كانش فيه لا غالبا كان كلهم سوفت كراتينايزد خلي بالكم من التجميعات دي وكده طيب ان الفض هو السكن اللي بيغطي ان الروت هو هاي الكراتينايزد الفري ايدج بتاعه اند اس هاي الكراتينايزد فري ايدج معلش الهايلي كراتينيز فري يعني الجزء الفري منه اسمه ايه الكيوتيك حامي حمل البلاد او اسمه التاني ابونايكم او انا انا غلط عدوها هي الجمله دي الكلمه دي الكيوتيك حامي حمل البلاد ده اللي هيحميها ده الفري الجزء الفري من السكين تمام تعالوا اوريكم الرسمه السكين فولد اهو تمام بيحمي الكيوتيك طالع منه جزء فري الكيوتيك اللي هو ده انا غلطت ان الفولد بيحمي ايه الماتريكس الكيوتيكال هو الجزء الفري شايفين هو فري مش متصل بحاجه اهو وتكمله للنيل فولد تمام آه تمام كان واضح يعني لو في اي مشكله قولولي في الكومنت وانا ارد اللي هو النيل فولد هو الجلد اللي بيغطي النيل روت والكيوتيكل هو النهايه بتاعته الفري الحره اللي مش مرتبطه بحاجه وبتحميه برضه تمام وهو هايلي كراتينايزد ايه اللي هايلي كراتينايزد الكيوتيكل والابنايكن كده عندها تو كيوتيكل هايلي كراتينايزد الكيوتيكل بتاع الهير شافت والكيوتيكل بتاع النيل فولد الاتنين ايه هايلي كراتينايزد الكيوتيكل الوحيد اللي فاين قصدي اللي هو بولي كراتينايزد اللي هو الكيوتيكل بتاع الانترنال روت شيس اوكي طيب النيل جروس اوكور باي اند فرانشيشن اوف ذا ابسيليوم سراوندين ذا نيل روت اللي هو النيل ماتريكس اتس كولد ليونيل هي أويك في الشيب بتاعها وكريسنتك هلاليه في الشكل ده برضو رسمة تانية للنيل بصوا يا جماعة أنا الريفيجن كده خلص تمانية وعشرين دقيقة أنا طولت برضو أنا أساسا للأسف مش بعرف أختصر ببقى خايفة لو أكون سبت حاجة أو حصل ديفكت في موضوع وأضركم يا رب أكون وفقت في شرح المحاضرة أو في الريفيجن لو في حد عنده أي سؤال يبعت لو في حد عنده أي كومنت يقول في ال على اليوتيوب أو يبعت في الفورم الفيدباك ربنا يوفقكم يا رب امتحانكم يوم السبت غالبا اللي هو بعد بكره ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقكم ركزوا على الدرمه كويس وما وعلى... ما من يعني انتوا لو قريتوا المحاضره في العربيه هتقدروا تجمعوها تمام عايز اختم بقوله تعالى سوره فصلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم وفقكم الله وايانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته